السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنعمل الروم عشان نعرف الأماكن اللي هنشتغل فيها، تمام؟ ساعات احنا بنحب نعمل سبيس مختلفة عن الروم على أساس حسابات التكييف. ممكن تكون عايز تضم كذا حيطة لنفس السبيس، لأن أنت حاسس إن الحيطة مثلا دي خفيفة وكل المنطقة هتتكيف بنفس الطريقة، أو أنت عندك المنطقة والروم واسعة فهتقسمها كذا سبيس، أو لأي سبب من الأسباب أنت عايز تخلي السبيس مختلفة عن الروم. طيب أنا لما أجي هعمل شغل التكييف أجي أعمل السبيس من أنالايز سبيس، ألاقي إن أنا مضطر إن أنا أعيد التسمية تاني، أشوف اسم الأوضة إيه وأخده كوبي وأحطه هنا في السبيس. طيب أنا عايز أشوف حاجة تعمل لي الموضوع ده أوتوماتيك، بدل ما سبيس وان سبيس وان سبيس وان، لا، حاجة تعملهم أوتوماتيك، تاخد الاسم من الروم وتحطه في السبيس. بلاقي أدنس تبع اوتوديسك اسمها سبيس نيمنج يوتيليتي، ادوس عليها واقول له اوكي. هيبدا يعمل ايه؟ زي ما انت شايف بياخد اسم الروم ويبدا يحطها في السبيس، تمام. الرساله 3 دي بتقول ان في ارقام متكرره، تمام. فالاداه دي بتوفر عليا وقت كتير جدا، بدل ما انا اقعد ادخل على كل روم اعرف اسمها ايه وانسخها في السبيس، ولو نسيت اثناء الشغل ان انا روم اتغيرت وما اتغيرتش في السبيس هتلاقي حصل عندي مشكله او في حاجه مش مظبوطه. عشان كده انا بحب استخدم الاداه ديت. ممكن في اخر الشغل برضو تعمل تاكيد ان انت تقول له سبيس نيمنج يوتيلتي، فهو يعمل اعاده تسميه بحيث لو في اي تعديل حصل هو يزوره معاك. اخوكم عمر سليم.